بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ابنائي. اذا نواصل دوما مع الدارة ارسي. بعد ما شرحنا المميزات الساحه الى غير ذلك، اليوم سنشرح في المعادلات التفاضليه للدارة ارسي. وكما نعلم توجد ثمان معادلات تفاضليه للدارة ارسي، ربعه في حال جحد وربعه في حال تفريغ، وهي بي سي تي، بي ار تي، وإيتي. إذا نحاولوا نفهمهم بإذن الله. فأول معادلة تفاضلية حين نبداو بها هي المعادلة التفاضلية لبي سي تي، لكن قبل ذلك تلاحظوا بأنني قسم السبورة شحن وتفريغ، باه تلاحظوا جيدا الفرق. قبل ما نبدا نمثلوا الاتجاهات باه ما نساوش عليها. حنا على بالنا باللي هذا تاع المولد أو، هذا يدل على أنه هذا قطب سالب وهذا قطب موجب. عندي هكذا شدة التيار إي بالشكل هذا، وحنا نعرفوا باللي الاي هو بجهه المولد، لكن و يو ار هما عكس التيار. يو سي و يو ار عكس التيار، لاحظوا عكس التيار، وهم بجهه الالكترونات. الالكترونات تكون هكذا، فعندنا هذا القطب السالب وهذا القطب الموجب للمكثفه، بينما هنا نكون نزعنا المولد. اذا تولي لنا المكثفه هي المولد، نحافظوا على الاو سي تاعها، هذا سالب هذا موجب، يولي التيار هكذا. لاحظوا باللي التيار هو اللي عكس الاتجاه. شوفوا التيار هنا كيفاه كان، وشوفوا هنا كيفاه ولا. الالكترونات قاعده هي دوما عكس التيار، معناها الالكترونات رايحه تكون هكذا لانها عكس الالكترونات، عفوا عكس التيار، وراح يكون الاو ار تاعنا هكذا عكس المكثفه. وكما قلت سابقا هناك اتجاهان، الاتجاه الاول يقول ان اي يساوي يو ار بنفس الاتجاه، والثاني يقول ان اي يساوي يو ار متعاكسه في الاتجاه. كلاهما صحيح لانه كل واحد عنده البرهان الرياضي تاعو. اذا نحن ما نقلقوش رواحنا، مادام طلبوا منا اننا نعتمد على هذا يو سي يو ار متعاكسين في حاله التفريغ، اذا نخدموا بهم متعاكسين في حاله التفريغ. باه ندير اي معادله تفاضليه، اولا ننطلق من قانون جمع التوترات. وش يقول لي قانون جمع التوترات؟ يقول لي باللي الداره الكهربائيه تاعي هاهي كاين مولد، اذا لما ندير يو سي زائد يو ار راح يساوي لي توتر المولد. قانون جمع التوترات. اذا دوما اي معادله تفاضليه نبداوها بقانون جمع التوترات. وكما تعلمون احنا رانا في حاله شحن، معناها يو سي تي زائد يو ار تي تساوي او، هكذا يو سي تي زائد يو ار تي تساوي او. دونك مادام كاين المولد تساوي او. حنا المعادله اللي راح نديرو تاع الاو سي، مادام راح نديرو تاع الاو سي، اذا ما كان لا معوض الاو سي، بينما الاو ار يتعوض. انتبهوا درك راني قاعده نكتب في العلاقات، انت في الباك ماكش مطالب بها. او ار تي هي ار اي تي، اذا نجي او ار تي نعوضو، راح نتحصلوا على او سي تي زائد في بلاصه او ار تي هاي او ار تي تاعنا. دونك رايحين نكتبو ار اي تي تساوي او، عوضنا الاو ار تي. ثم بعد ذلك الخطوه الاخيره او ما قبل الاخيره، الار رايحين نحافظو عليه، وحنا نعرفو بلي المعادله التفاضليه معناها نبحثو على المشتقه. حنا في الدرس كذلك درنا علاقه بلي اي تي هي سي دي يو سي تي على دي تي. اذا كيف كيف نزيد نجيب العباره هذه نعوضوها هنا. اذا واش راحين نلقاو ار سي دي يو سي تي على دي تي تساوي او. اذا في بعض التمارين نتوقفوا هنا ونقولوا بلي هذه هي المعادله التفاضليه لوجود المشتقه والداله. لاحظوا هنا مشتقة دي يو سي تي على دي تي،
وهنا بدا لا كوشيتي، اذا نقدروا نوقفوا هنا. في بعض الحالات نروحوا نقسموا على ارشي، دونك كيما يقول لك في الباب خدم انت بالقشمه على ارشي. واش رايحين نوجدوا؟ رايحين نوجدوا باللي رايحين نقسموا على ارشي العباره بكل. اذا هذا على ارشي وهذا على ارشي وهذا على ارشي، تولي لي واحد على ارشي U C T زائد الارشي يروح مع الارشي تبقى لي D U C T على D T. واش تساوي لي هنا؟ E على ارشي. اذا هذه هي المعادله التفاضليه التامه. اذا في الباك قال لك اكتب المعادله التفاضليه وتوقف، هاو المطلوب واش تلقى. اذا قال لك في الباك اوجد المعادله التفاضليه من الشكل، تبع له الشكل اللي يلقاه. بلا ما ننساو باللي طو يساوي ارشي. اذا هذه المعادله التفاضليه لكوشيتي خلال الشحن. كل واحد اخر يقول لك اعطيني المعادله التفاضليه خلال التفريغ. اذا خلال التفريغ الاولاد ما كانش فرق كبير. علاه ما كانش فرق كبير؟ العبارات يبقاو نفسهم. في الشحن واش عندنا؟ مولد. لكن في التفريغ ما كانش مولد، معناها رايحه تكون نفس المعادله التفاضليه U C T زائد U R T لكن تساوي الصفر. لماذا الصفر؟ لانه غير موجود المولد بهذا الشكل، ويبقى الباقي نفسه. اذا U C T زائد U R T نعوضه كما هنا بعد هو R T اغيتير تساوي صفر، ثم او سي تي زائد اغ يبقى في مكانه والاي تي باه نعوضها ها سي دي او سي تي على دي تي. اذا سي دي او سي تي على دي تي تساوي صفر. في بعض الحالات يقول لك اكتبها من الشكل هذا، اذا نتوقفوا هنا او نروحو نقسمو على ارشي، تسمى نفس الفكرة تاعنا بعد نقسمو على ارشي. كي نقسمو على ارشي واش تولينا؟ تولينا واحد على ارشي في او سي تي زائد الارشي والارشي يروحو مع بعضاهم دي او سي تي على دي تي تساوي الصفر. هذه هي المعادلة التفاضلية تاعنا، وكالعادة طو يساوي اخ سي. إذا المعادلة التفاضلية للتوتر بين طرفي المكثفة في الشحن وفي التفريغ، هذه هي المعادلة التفاضلية المختصرة بشكل جيد وممتاز. انتبهوا، كاينين اللي ما يكتبوش التي هنا بين قوسين، وموش خطا انك ما تكتبوش، لكن مادام راهي متغيرات زمنيه من الافضل توالف ان المتغير الزمني تحط له تي بين قوسين باه نبينوا باللي المقادير هذه كلها تتغير بتغير الزمن. فهذه اول معادله تفاضليه للتوتر بين طرفي المكثفه. الان كنوا نروحوا لحل المعادله التفاضليه. إذا حل المعادلة التفاضلية، رايحة كل مرة ندير منوال هكا باه تشفاو على الأفكار. دونك رايحين نقولوا بلي حل، الحل مدهولك هو في الإمتحان، حل المعادلة التفاضلية هو من الشكل، ويعطيك الشكل هو U C T تساوي أ أسية ألفا تي زائد بي. هاك فيعطيك الشكل U C T أ أسية ألفا تي زائد بي. واش يطلب منك؟ إيجاد أ ألفا و بي بالشكل هذا. يطلب منك إيجاد أ ألفا و بي. الطريقة بسيطة جدا. إذا فالطريقة بسيطة جدا، راح نكتب هنا ومن بعد نكتب هنا باه نجيبها كيف كيف.
في عملية الشحن، أول حاجة تعاودوا تكتبوا هذه وترقموها بواحد. دونك U C T A وشيت ألفا T زايد B، نرقمها بواحد هكذا. نعطيكم الطريقة المعتمدة في تشريح البكالوريا. ثم نشتق العبارة هذه، نشتق. كي نشتق حتولي لي دي او سي تي على دي تي تساوي مشتقة هذه بالشكل هذا. نشتقوا هنا، تولهو هنا الاره معامل، اذا ما لحقتيش عليه نحافظ عليه. نشتقوا الاس في الرياضيات، نشتقوا الاس، اذا نشتقوا الفا تي رايحه تمد لي الفا. مشتقة البي صفر لانه ماهوش معامل، اذا نقولوا الفا ونضرب في العبارة هكذا. هذه نرقمها باثنين. عندنا كي نقولوا نشتق الالفا هذا، نهبطه الالفا هذا نهبطه في المشتقة. هذه هي المشتقة كيف رايحة تكون. ثم دونك هاو الالفا هذا وين يروح، ونضرب في الدالة تاعي كيما راهي. المعادلة الثالثة هي المعادلة التفاضلية، دي يو سي تي على دي تي زايد واحد على إر سي، تي تساوي أو على إر سي. هذا الرقم بثلاثة، ومن بعد نقولوا نعوض واحد واثنين في ثلاثة. هذه هي الفكرة تاع كيفاش نثبتوا الحل إذا عطاهولك بالحروف. وكرر لما يعطيك الحل بالحروف راك ما تكتبوش من عندك انت، هذا هذا راك ما تحطوش انت او هو اللي يحطهولك. فلما نعوضوا واحد واثنين في ثلاثة معناها، شوفوا معايا طريقة التعويض، هذه هي الدالة، هذه نجيب نحطها هنا، هذه نحطها هنا، ثم هذه هي المشتقة، المشتقة نجيب نحطها هنا. تبعتوها لي؟ إذا الدالة تتحط هنا والمشتقة تتحط هنا، واش تولي لي العبارة؟ تولي لي ألفا أ أسيت ألفا تي، دونك هذه كتبتها في بلاصة هذه، هاي واش عطاتني؟ زائد واحد على إر سي اللي هو هذا، ها في هذه، دونك أ أسيت ألفا تي زائد ب، واش تساوي لنا؟ أو على إر سي، مفهوم واش درت؟ إذا رحت هزيت المشتقة عوضتها بما يساويها، والدالة عوضتها بما يساويها، وخرجت عبارة هكذا. العبارة هذه نروحو نبسطوها الآن باه نوجدو الحلول. إذا كيف نبسطوها؟ إيجاد أ ألفا ب، كيف نبسطوها؟ أولا ننشر، رايحة تولي لي ألفا أ أسيت ألفا تي زائد واحد على إر سي، نضربو في أ أسيت ألفا تي زائد واحد على إر سي، نضربو في ب، واش تساوي لي هذه؟ تساوي لي أو على إر سي. استنى في الخطوة، إذا درت عملية نشر. شوفوا مليح واش درت، هزيت العبارة هذه واحد على إر سي ضربتها في الأولى، وزدت هزيت واحدة على إر سي ضربتها في الثانية، هذا هنا وهذا هنا، نتحصلوا على هذه، درت عملية نشر. درك في الرياضيات كل واحد يحل بالحل اللي يناسبه، رانا في الرياضيات ما نحاسبوش لأنه عدة طرق للحل. درك كيما أنا مثلا واش نروح ندير؟ أولا نردها عبارة صفرية، إذا ألفا أ أسيت ألفا تي. إذا نردوها عبارة صفرية، إذا هنا عندي ألفا مضروبة في أ
قصيص الفا تي زائد واحدة على اكس مضروب في ا قصيص الفا تي زائد واحد على اكس مضروب في ب ناقص هذا قلتو من هنا نقدر نكتبو او على اكس هكذا رديتها صفريه قلت ماشي شرط بكل تخدمو هكذا كل واحد يخدم بالطريقه الرياضيه اللي تناسبو اذا ما كانش اشكال فلاحظوا واش خرج لي هنا خرج لي ا قصيص الفا تي ا قصيص الفا تي نخرجها عامل مشترك اذا نكتب ا قصيص الفا تي عامل مشترك تبقى لي الفا زائد واحد على اكس زائد شوفوا واش خرج لي هنا كذلك واحد على اكس وهنا ثاني واحد على اكس عامل مشترك واحد على اكس واحد على اكس الاولى مضروبه في ب والثانيه مضروبه في او اذا تساوي الصفر رياضيا نقول هذا معدوم وهذا معدوم بالشكل هذا اذا الفا زائد واحد على اكس يساوي الصفر تخرج لك مباشرة الفا هي ناقص واحد على اكس وهي ناقص واحد على طو اذا لقينا عبارة الفا اللي هي ثابت زمن ثم ب ناقص او تساوي الصفر اذا ب يساوي او هكذا واللي هو توتر المولد بالشكل هذا شكون يبقى ما عندناش الا نقولوا دائما نلقاوه من الشرط الابتدائي ما هو الشرط الابتدائي من الشرط الابتدائي للشحن الشروط الابتدائيه هذه تعتمد على الدراسه التجريبيه في عمليه شحن وتفريغ مكثفه هضرنا عليها الحصه اللي فاتت واش قلنا باللي كي في اللحظه تي تساوي الصفر كي غلقنا القاطعه مؤشر الامبير متر يتجه نحو قيمه عظمى بينما مؤشر الفولت متر يبقى في الصفر معناها او سي لي زيرو تساوي زيرو ها هو الشرط الابتدائي للشحن الفولت متر لا ينحرف نعوض في واحد بين واحد هو هذا هذه هي واحد اذا او سي لي زيرو تساوي ا وسيت زيرو زائد ب تساوي صفر ما معنى ذلك معناها ا وسيت صفر في واحد هذه واحد اذا تبقى لنا ا زائد ب تساوي صفر معناها ا تساوي ناقص ب وتساوي ناقص او هذه هي الحل تاع المعادله التفاضليه تاعنا لقينا ال ا لقينا ال ب ولقينا ال او اذا لما نعوضوا في الشرط الابتدائي مباشره نلقاو ا تساوي ناقص ب وتساوي ناقص او بالشكل هذا ف باه نلقاو الحلول تاع المعادله التفاضليه تاعنا لازمنا فقط نعوضوا بالشرط الابتدائي باه نلقاو المعامل اللي مضروب في ال ا هذا مادام لقينا ال ا ولقينا ال ب ولقينا ال ا ولقينا ال ب ولقينا الفا فالحل النهائي تاعنا هو الحل النهائي U C T U C T هو E في واحد لأني نعوض ال A وسيت ناقص واحد على طو T بالشكل هذا فهمنا فيها مفهوم الفكرة انتبهوا هذا ليكزو يمدهولك جامي تكتبهولو
اذا قالك هو عطيني الحل ها والحل اللي تمدلو، هذا هو الحل، هذا هو اللي يدور في ليكزو يعطيك سؤال يقول لك لقى لي ا والالفا والبي. بينما اذا طلب منك انت يقول لك اكتب الحل، تكتب له هذا مباشره. فهمنا؟ نروحوا للحل هذا اللي منا الان. الحل هذا اللي منا هنا راح نقولوا باللي حل المعادله التفاضليه هو من الشكل U C T يساوي A أسويت ألفا T. لاحظوا الطرف اللي نحيت شكون؟ نحيت البي. لماذا نحيت البي؟ لأن المعادلة التفاضلية الصفرية يكون ما عندهاش البي، المعادلة التفاضلية الغير صفرية يكون عندها البي. كي نجي نلقى الحل تاعها نتبع نفس الخطوات. المطلوب دوما إيجاد، هنا عندك مجهولان فقط، معناها العمل راح يكون مختصر. تعاود تكتب الحل اللي مدلك، هذا مدهولك هو، وترقمه بواحد، وتشتق الحل دي يو سي تي. قلنا كي نجيو نشتقوا الأسية رانا نهزو هذا نهبطوه، معناها واش حتولي لي؟ حتولي لي ألفا أسية ألفا تي، وهذا هاهو الألفا هذا نهبطوه، هادي رقموها باتنين. المعادلة التفاضلية اللي لقيناها سابقا دي يو سي تي لا دي تي زائد واحد على اكس يو سي تي تساوي صفر، نرقموها بثلاثة. ثم نقول نعوض واحد واثنين في ثلاثة. واش درنا؟ نعوض واحد واثنين في ثلاثة كيما خدمنا بي، هذا هو الاو سي. دونك هذا نجيب نكتبوه هنا، وهذه هي المشتقة، هذا نجيب نكتبوه هنا هكذا. إذا واش تولي لي؟ أ ألفا أسية ألفا تي زائد واحد على إكس أ أسية ألفا تي، معناها هنا كتبت المشتقة هاهي، وهنا كتبت الدالة تاعي. لاحظوا باللي عندي أ أسية ألفا تي و أ أسية ألفا تي عامل مشترك، إذا تبقى لي ألفا زايد واحد على إكس تساوي صفر. فهنايا كي يكونوا عندي مجهولان فقط، الفكرة راهي بسيطة، ماشي كيما يعودوا عندنا أكثر من مجهول. في الحالة هذه، في الحالة هذه مباشرة رايحة نحط له ألفا زايد واحد على إكس تساوي الصفر، معناها ألفا تساوي ناقص واحد على إكس ناقص واحد على طول. ها شكون يبقى ما عنديش؟ الأ، والأ موجود مضروب في الإكسبو، قلت لي مضروب في الإكسبو لقاوه من الشرط الإبتدائي، فنقول من الشرط الابتدائي للتفريغ U C لزيرو تساوي E، نعوض في واحد. الشرط الابتدائي جماعة منين نلقاه؟ هضرت عليها من قبل. الشرط الابتدائي هو من الدراسة التجريبية، لما درنا الدراسة التجريبية وحطينا الأمبير متر وحطينا الفولت متر، قلنا باللي المؤشر الأمبير متر في التفريغ يتجه عكس الجهة الأولى، معناها نحو قيمة اعتبرناها سالبة، ومؤشر الفولت متر يبقى أو يتجه نحو الأو أي في القيمة العظمى، لأن المكثفة تاعنا راهي مكثفة مشحونة وقاعدين نديرولها في عملية التفريغ. إذا كي نعوضو في واحد، ها واحد تاعنا أو سي تي تساوي، إذا أو سي لي زيرو هي أ أسية صفر، أو سي لي زيرو قلنا هو أو، وأسية صفر قلنا هي واحد، إذا أ تساوي أو، ومنه الحل النهائي تاعنا هو
UCT تساوي E والسي ناقص واحد على طو T. إذن هذه هي الحلول تاع المعادلة التفاضلية تاعنا. وكرر وكرر، هذه وهذه ما نكتبوهمش حنا في التمرين، هو اللي يمدهم لنا ويطلب منا مباشرة مع يمدهم لك يقول لك أوجد أ وألفا وب إلى غير ذلك. لكن إذا طلب منك أنت تكتب له الحل، هذا وهذا لازم تكون حافظهم، هذا هما اللي تكتب له. فهمنا؟ لما ندير المنحنى البياني تاعهم، علما أن درتو الحصة اللي فاتت لكن معليش نعاودو، كيقول لك ارسم لي البيان بشكل كيفي، رسم البيان بشكل كيفي. الشكل الكيفي راه تعتمد على ما لا نهاية والصفر، هذا هو الشكل الكيفي، تعتمد على ما لا نهاية والصفر. فعندنا U C T هي E في واحد ناقص U C ناقص واحد على طول T، ومن هنا U C T E U C ناقص واحد على طول T. إذا قلت نعتمد على U C لزيرو و U C لما لا نهاية. U C لزيرو عوض لي هنا بالصفر، وسيت الصفر تعطيك واحد، معناها راح تعوض هكذا او في واحد ناقص وسيت صفر، وسيت صفر واحد، اذا واحد ناقص واحد صفر، وهذا هو الشرط الابتدائي. فالشرط الابتدائي هو في اللحظه صفر منين تبدا. او سي لما لا نهايه هي او في أسية ناقص ما لا نهاية. أسية ناقص ما لا نهاية شحال؟ صفر. إذا تبقى لنا أو. فالمنحنى البياني تاعنا جينا هكذا. يبدأ من الصفر ويروح القيمة عظمى. أو هكذا. هذا هو بشكل كيفي. واضح. عندنا الأو يعتبر خط مقارب. كي نحب نعين الطو صفر ثلاثة وستين او نلقى طو. ماذا يمثل طو هندسيا؟ يمثل فاصلة نقطة تقاطع المماس مع الخط المقارب، ها مع الخط المقارب الأفقي. كي نحب نعين خمسة طو، حنا نعرفوا بلي او سي لي طو راهي صفر ثلاثة وستين او، و U C لخمسة طو صفر تسعة وتسعين أ. هادو في الشحن، حنا رانا دوما في الشحن هكذا. معناها الخمسة طو لما نقربو لتسعة وتسعين، أنا هنا بالتقريب، هذا نظام دائم وهذا نظام انتقالي. لو يقول لنا عين تيان دومي نقسمو على اثنين ونصف طو فقط، فهمنا في الفكرة. نجيب لهنا كيف كيف بعد، نروح ندير U C لي زيرو و U C لما لا نهاية، علما أننا رانا في التفريغ الجهة هذه، رانا في جهة التفريغ. دونك U C لي زيرو هي E و سيت صفر، وهنا هي E و سيت ناقص ما لا نهاية. أسيد صفر واحد، إذا يبقى لنا الأو، وأسيد ناقص ما نهاية الصفر، إذا تبقى لنا صفر هكذا. معناها البيان يبداني من الأو ويروح بالصفر. كيقول لك أرسم بشكل كيفي، هنا رانا في التفريغ هكذا. نبدأ من قيمة أو. بنفس الطريقة لو يطلب منك الطو راح تدير له زيرو تخون تسد او، تسقط تلقى الطو تاعنا. ماذا يمثل طو؟ هو فاصلة نقطة تقاطع المماس مع الخط المقارب الأفقي. وعندي في التفريغ او سي لي طو صفر سبعة وثلاثين او، او سي لي خمسة طو
6.7 في 10 أس ناقص 3 أو، وهذه بالتقريب نعتبروها الصفر تؤول إلى الصفر، فهنا يجينا 5 أو. وهذا دوما نظام انتقالي وهذا نظام دائم. ما الفرق بين الانتقالي والدائم؟ الانتقالي هي لما تكون الإلكترونات في حالة الهجرة أو العودة، والدائم هي لما نكون في نهاية شحن المكثفة أو في نهاية تفريغ المكثفة. فهذا كل ما يخص المعادلة التفاضلية لـ UCT خلال الشحن والتفريغ والحلول، وكذلك المنحنيات البيانية. وهكذا ننتقل في الفيديو الجاي إلى المعادلة التفاضلية لـ QT. نديروا المعادلة تاع الاو سي والكو يتشابهوا لبعضهم، والمعادلة تاع الشحن تاع الاو ار وتاع الاي يتشابهوا لبعضهم، لأن الاو سي والكو قلنا تناسب طردي بينهما، والكو تي والاي تي والاو ار تي تناسب طردي بينهما. وعلى هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل قبل النهاية أطلب منكم كالعادة، لكل من لم يشارك في القناة أطلب منكم المشاركة في القناة ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم والضغط على الناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل الآن مع المعادلة التفاضلية ل الشحنة كو تي. المعادلة التفاضلية للشحنة كو تي. إذا بندي المعادلة التفاضلية يعني رسم الذرات الكهربائية كما السابق. الآن نطبق القاعدة مباشرة، باه نلقى أي معادلة تفاضلية ننطلق بقانون جمع التوترات. فنبدأ بعملية شحن. قانون جمع التوترات وش يقول لي؟ يقول لي يو سي تي زائد URT UCT زائد URT تساوي E. هاي المعادلة التفاضلية تاعنا، UCT زائد URT تساوي E. ثم المعادلة المطلوبة تاع QT معناها كي نشوف العبارات اللي عندي الحصة اللي فاتت اللي عطيتهم لكم خمس علاقات، قلت هذوك هما العلاقات الأساسية اللي نخدم بهم الدرس تاعنا. نبحث عن العلاقات اللي ما بين الشحنة والتوتر يو سي والشحنة والتيار يو ار. دونك حنا على بالنا بلي كو تي هي سي يو سي، معناها اليو سي دونك الكو تي هي سي يو سي، معناها اليو سي هي الكو تي على سي. هذه هكذا. وعلى بالنا بلي URT هي RIT وهي في نفس الوقت الIT، على بالنا به بلي هو DQT على DT. عوضت الIT بالDQT على DT. اللي نسى العلاقات يروح لأول فيديو لدرس الRC راح يلقى العلاقات كلها موجودة بشرح مفصل. إذا URT هو RIT، الIT هي DQT على DT. نهز هادو في زوج، هادي وهادي نعوضهم هنا. إذا في بلاصة الـ UC هاهو نحطو هنا، وفي بلاصة الـ UR نحطو هنا بالشكل هذا. واش رايحين نوجدو؟ رايحين نوجدو QT على C في بلاصة UR، R DQT على DT تساوي E. نضربو في وحدة على R باه نحيو الـ R هذه من هنا. واش تولي لي العبارة؟ تولي لي QT على DQT على DT. الار هذاك
يرجع موجود هنا ويرجع موجود هنا. نقدر نخلي هذه كمعادلة تفاضلية، كيما نقدر نبسطها أكثر، نقدر نخليها هكذا، كيما نقدر نبسطها أكثر. كيف ذلك؟ إحنا قلنا في الدرس بلي كيو تي هي سي أو سي، هاني عاودتها، لما هذا يكبر تولي شحنة عظمى، وهذا يولي توتر أعظمي، تسمى الأو هو كيو على سي، ونقدر نجيب هذا نحطوه هنا. واش تولي لي العبارة في النهاية؟ تولي لي كيو تي على إر سي زايد دي كيو تي على دي تي، الأو هو الكيو على سي ونخلي الإر. هذه هي المعادلة التفاضلية للشحنة كيو تي خلال عملية الشحن، وكالعادة الطو هو إر سي، ومادام راهي معادلة تفاضلية بطرف ثاني معناها الحل تاعها راهو فيه زائد ب. كل ما تكون معادلة تفاضلية بطرف ثاني أعرفوا باللي الحل راهو فيه زائد ب. كي نعاود ندير عفوا حلها من الشكل، نكتب تاع الحروف دوما كيو تي هي ا وسيت الفا تي زائد ب، ويعطيك سؤال مباشرة يقول لك ايجاد الفا و ا و ب، والطريقة توالفوا بها لانها نفس الطريقة تاع الدرس السابق. نعاودوا من هنا يو سي تي زائد يو ار تي تساوي الصفر، نفس هادوك نفسهم، ما كان لها نبقى نعاود. رايحين نوجدو كيو تي على سي زايد ار دي كيو تي تساوي الصفر. لاحظوا بين الطرف هذا والطرف هذا، هنا ما كانش مولد وهنا كاين مولد، هادو اللي في الجهة هذه نفسهم نعوض بهم الهي. كيو تي هي سي او سي، دونك او سي هو كيو تي على سي، والاو ار هو ار اي تي، دونك الاي تي هي دي كيو تي على دي تي. ففي بلاصة الاو سي هذيك نعوضو بكيو تي على سي، وفي بلاصة الاو ار تي نعوضو بار دي كيو تي على دي تي. نضربو في وحدة على ار، واش راحين نلقاو؟ حين نلقاو مباشرة كيو تي على ار سي زائد دي كيو تي على دي تي يساوي الصفر، وهذه هي المعادلة التفاضلية تاعنا، وكالعادة طو يساوي ار سي. ونقولوا باللي حلها من الشكل كيو تي يساوي ا وسيت الفا تي، والمطلوب ايجاد ا الفا، عفوا لا يوجد ب، المطلوب ايجاد ا والفا. اذا باه نوجدو ا والفا راح نتبعوا نفس الخطوات تاع الدرس السابق اللي هو نرقمو 1 2 3. كيف ذلك؟ اذا نبداو بالجهه هذه من هنا تاع الشحن، ايجاد المجاهيل، عندنا ايجاد او الفا الى غير ذلك. دونك اول حاجه نكتبوا الحل اللي مدلنا كيو تي ا وسيت الفا تي زائد ب، نرقمو بواحد. الخطوه الثانيه ما هي؟ نديرو عمليه اشتقاق، نشتق دي كيو تي على دي تي، كي نشتقو نهبطو الأس هذا، تولي لي أ ألفا أسيت ألفا تي مشتقة ل ب صفر، لأنو دوما كي نشتقو في الرياضيات الدالة الأسية، نشتقو الدالة الأسية نشتقو الأس تاعها،
ونضربوه في الدلاك ككل، لان احنا المعامل تاعنا هو عدد، لان المعامل تاعنا هو عدد، بينما مشتق الب فهو الصفر لانه ثابت. اخر معادله هي المعادله التفاضليه للقناع، كيو تي على ار سي زائد دي كيو تي على دي تي تساوي كيو على ار سي، نرقمها بثلاثه، ثم نعوض واحد واثنين في ثلاثه. كيف ذلك؟ في بلاصه هادي في بلاصه الكوتي وفي بلاصه المشتقه هذا هو التعويض تاعنا. اذا كي نعوضو واش حنلقاو؟ حنلقاو ا وسيت الفا تي زائد بي زائد ا الفا وسيت الفا تي تساوي دونك هنا على ار سي وهنا كيو على ار سي. شتوني كيف عوضت؟ عوضت المشتقه وعوضت الداله، واضحه فكره التعويض. ثم بعد ذلك احنا هنا ما نخليوش الكسر هكذا، وانما نفرقوا الكسر. كي نفرق الكسر حتولي لي ا وسيت الفا تي على ار سي زائد ب زائد الفا ا وسيت الفا تي، والكيو على ار سي هذاك ننقلوه تساوي صفر. لاحظوا درك واش يكون عندي؟ يولي عندي ا وسيت الفا تي ا وسيت الفا تي نخرجها عامل مشترك، تولي لي ا وسيت الفا تي هنا يبقى واحد على ار سي وهنا يبقى زائد الفا وهنا واحد على ار سي واحد على ار سي نخرجهم عامل مشترك، واش يبقى؟ بي ناقص كو تساوي الصفر. كيما قلت من قبل هذا يساوي الصفر هذا يساوي الصفر، دونك الفا زائد واحد على ار سي تساوي الصفر، الفا هو ناقص واحد على ار سي ناقص واحد على طو، وعندنا ب ناقص كو تساوي الصفر، اذا ب تساوي كو واللي هي نفسها سي او، دونك لقينا الالفا ولقينا الب. شكون اللي مازال ما لقيناش؟ مازال ما لقيناش ال ا. كيفاه نلقاو ال ا؟ إذن لقينا الألفا ولقينا البي، مازال ما لقيناش الأ. كيفاه نلقاو الأ الآن؟ الأ نلقاه عن طريق الشرط الإبتدائي. واش يقول لنا الشرط الإبتدائي كالعادة؟ الشرط الإبتدائي هو الكو يتبع الأو سي، دونك راح نقولو هكذا. من الشرط الإبتدائي للشحن، من الشرط الابتدائي للشحن، هنا على بالنا بلي او سي لي زيرو تساوي زيرو، وكو لي تي هي سي او سي لي تي، دونك كو لي زيرو هي سي او سي لي زيرو، دونك واش تساوي؟ زيرو. هنا عاود برهنت لكم الشرط فقط، لكن انت كنت قادر تكتبو مباشرة كو لي زيرو يساوي زيرو. نعوض في واحد، نعوضو في الحل اللي مدلنا هو هذا. كي نعوضو في واحد واش نلقاو؟ نلقاو كو لي زيرو تساوي ا وسيت زيرو زائد بي، واش تساوي لنا؟ زيرو. دونك ا وسيت زيرو زائد بي تساوي صفر، وسيت صفر واحد، تبقى لي ا زائد بي تساوي صفر، معناها
ا يساوي ناقص ب، والب لقيناه ك، اذا ناقص ك هاو الحل تاعنا. وفي النهايه راح نلقاو كوليتي، كي نعوضو هنا ا والب راح تخرج لنا هي ك في واحد ناقص اسيت ناقص واحد على طو تي. وتلاحظوا بلي هي نفس عباره او سي. لو مثلا لاحظوا اذا الملاحظه باش تعرفوا بلي التناسب موجود، فاحنا قلنا كو تي هي سي او سي، والاو سي لقيناها قبيل قبيل، واش لقينا او سي في الشحن لقيناها او. دونك لاحظوا سي في الاو ما هو؟ هو الكو، هاي نفس العبارة هذه، فهمنا؟ إذا فهكذا نكونو درنا المعادلة التفاضلية تاع الكو تي خلال الشحن، ودرنا لها الحل تاعها خلال الشحن، بقى لنا الحل تاعها خلال عملية التفريغ. إذا المعادلة الحل تاع المعادلة التفاضلية خلال عملية التفريغ. حل المعادلة التفاضلية خلال عملية التفريغ بنفس الطريقة، كو تي ا أسيت ألفا تي، نرقموه بواحد، نشتقوه دي كو تي على دي تي، ألفا ا أسيت ألفا تي، نرقموه باثنين هكذا. ثم المعادلة التفاضلية اللي لقيناها دي كو تي على دي تي زائد كو تي على اغ سي تساوي صفر، نرقموها بثلاثة. ثم بعد ذلك نعوض واحد واثنين في ثلاثة. كي نعوضوا واحد واثنين في ثلاثة واش راحين نوجدوا؟ كيما درنا لهي هذه الدالة نجيبوها هنا، وهذه المشتقة نجيبوها هنا هكذا، الدالة والمشتقة رايحين نوجدو ألفا أ أسيت ألفا تي زائد أ أسيت ألفا تي على إر سي تساوي صفر. إذا نتمعنوا في السبورة مليح، نتمعنوا جيدا، رايحين نلقاو بلي كاين عامل مشترك ها هذا عامل مشترك ا وسيت الفا تي. إذا واش يبقى لي هنا؟ الفا. وش يبقى لي هنا؟ اكس. اذا هذا ما يتعدمش، هذا هو اللي يتعدم، معناها الفا زائد واحد على اكس تساوي صفر، معناها الفا تساوي ناقص واحد على اكس ناقص واحد على طو هكذا، فهمنا؟ شكون ما لقيناش الا مضروب في اكس فو، دونك شرط ابتدائي. من الشرط الابتدائي للتفريغ، من الشرط الابتدائي للتفريغ، نبرهنه لكم بصح قلت لكم نتوما نهار اخر ماشي شرط، يساوي زيرو يساوي او، وحنا على بالنا بلي الكو تي تساوي سي او سي، دونك كو لي زيرو تساوي سي في او سي لي زيرو معناها تخرج لنا سي او واللي هي الكو، نعوض في واحد. دونك الشرط تاعنا هو هذا، هذا هو الشرط كيما هنا في الشحن، ها هو الشرط تاعنا هكذا. كي نعوضو في واحد واش راحين نلقاو؟ لما نعوضو في واحد راحين نلقاو كو لي زيرو تساوي ا وسيد زيرو، كو لي زيرو هو كو
وأسيد زيرو هي واحد إذا تبقى ناقة. ومنه الحبل النهائي تاعنا كو تي هي كو اكسبونونسيال ناقص واحد على طو تي. فهذه هي العبارة تاعنا اللي هو الحل تاع المعادلة التفاضلية. هكذا على هذا الأساس نكونوا خلصنا المعادلة التفاضلية تاع الشحنة كو تي، ومن قبل درنا المعادلة التفاضلية تاع كو سي تي. قبل ما ننتقلوا إلى معادلة أخرى نروحوا ساعه نرسموا المنحنى البياني تاعها. حاولوا نتوما من بعد من ورانا تشاهدوا الفيديو كامل وتشوفوه بكل الحيثيات تاعو، عاودوا شغلوه مره اخرى في البدايه تفرجوا فقط مع اخذ بعض النقاط، في المره الثانيه عاود شغلوا لكن تكتب حرفيا لانه هذا بهرك مطالب في الامتحانات. واضح؟ تكتب حرفيا في البدايه تحاول تفهم تتبع الشرح وتحاول انك تفهم كل الخطوات، من بعد تشوفوا لي مرتين مده مرتين، من بعد في المره الثانيه واش راح دير؟ تهز كراس خاص بهذا الدرس وتعاود تشوف لا فيديو وتكتب حرفيا واش راهو موجود هكذا، لانه لما تكون تسمع ثم تسمع وتعاود تكتب الذاكره تاعك راهي رايحه تخدم بشكل ممتاز بشكل ممتاز. اذا نرسموا المنحنى البياني تاع الكو تي، حنا لقينا باللي بشكل كيفي لقينا باللي كو تي في الشحن هي كو هكذا، ف كيف كيف كو لي زيرو هي كو في واحد ناقص أسيد زيرو، وكو لي ما لا نهاية هي كو في واحد ناقص أسيد ناقص ما لا نهاية. هذه تروح بواحد وهذه تروح بصفر، كي تروح بواحد واحد ناقص واحد صفر تبقى لنا صفر، وهذه تبقى لنا كو. فالمنحنى البياني تاعنا راح يجيني بالشكل هذا، يبدا من الزيرو ويطلع لهنا، فهذا هو كو. وبلاد ما ننساش نكتب باللي الكو هو سي او، انا دوما عاود نكتب علاه، لانه على قد ما تكتب على قد ما تشفى، هاك ماكش راح تهز الدرس وتحكي على انه تاعك جغرافيا، وانما بالكتابه تشفى للدرس تاعك. فبان عين الطوب 0.63 كو نلقى الطوب تاعنا، ها نطلع هكذا، ها ماذا يمثل طو؟ يمثل فاصلة نقطة تقاطع المماس مع الخط المقارب الأفقي. إذا حبينا نعينو خمسة طو، خمسة طو توافق 99%، عندنا كو لي طو 0.63 كو، رانا في الشحن نركزو، وكو لي خمسة طو 0.99 كو، رانا في الشحن. نروح لجهة التفريغ نزيد نرسم المنحنى البياني تاعها. إذا جهة التفريغ المنحنى البياني عندنا كو تي كو اكسبونونسيال ناقص واحد على طو تي. إذا كو لي صفر هي كو أسيد صفر، وكو لي ما لا نهاية هي كو أسيد ناقص ما لا نهاية. أسيد صفر واحد ناقص ما لا نهاية صفر، دونك هادي تبقى لنا كو وهادي تبدا لنا صفر. فالمنحنى تي كو تي يجينا هكذا. هذه القيمة Q 0.37 Q ونلقاو الطو تي ان دومي هي القسمة على اثنين، والمماس هو فاصلة نقطة التقاطع. إذا وهكذا نكون انتهينا
من المعادلة التفاضلية للشحنة كوتي وكل ما يخصها من حل وبيان إلى غير ذلك. فأطلب منكم كالعادة المشاركة في القناة بالضغط على زر سابوني وكذلك على زر الجرس حتى فهي فرصة للمراجعة الآن للبكالوريا، فرصة جيدة لأن الدروس محينة وتعاد، وبالتالي كل ما يشوفها الواحد كل ما راح يتذكر وكل ما راح يشفع لها في امتحان البكالوريا هكذا، ومشاركة الفيديوهات مع زملائكم فضلا وليس أمرا، شارك بالقناة فضلا وليس أمرا، شارك بالقناة واضغط على زر لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن نواصل دوما مع درس الظواهر الكهربائية ثنائي القطب إرسي، المعادلات التفاضلية للذرة إرسي. ثالث معادلة تفاضلية هي المعادلة التفاضلية للتوتر URT. إذا بعد ما شفنا تاع QT وتاع QT والUCT الآن راح نشوفوا تاع URT. كل من لم يشاهد المعادلات التفاضلية السابقة عليه بمراجعة الفيديوهات لأنها موجودة بشكل واضح ومشروح، المعادلة التفاضلية وكذلك حل المعادلة التفاضلية والمنحنيات البيانية. الآن نبدأ مع المعادلة التفاضلية URT دوما في عملية شحن وتفريغ، لأنه هذا واش مطلوب منكم، شحن وتفريغ. نبدأ كالعادة نعوضوا. أول قانون نبدأ به هو قانون جمع التوترات، UCT زائد URT تساوي E، هاني كتبته. ثم بعد ذلك حنا نفتشوا على المعادلة التفاضلية تاع URT، إذا URT ما نعوضوش، واش نروح نعوض؟ UCT. كي نجي نعوض UCT حنا درناها من قبل، QT هي CUC معناها الـ UC هي الـ QT على C، إذا نعوضوا الـ UC بالـ QT على C، رايحة تولي لي QT على C زائد URT تساوي E. إذا علاه ما عوضناش الـ UR؟ لأننا نبحث عن المعادلة التفاضلية لـ UR، وعلى هذه حنا ما عوضناش الـ UR. دركا حنا كي نجيو نرجعو للدرس الأول تاع درس الإر سي، أول درس للإر سي، تلاحظوا بلي عطيتكم خمس علاقات هي اللي قاعدة نخدم بها الآن، لكل من بين قوسين، لكل من لم يشاهد الدرس الأول عليه بمشاهدته، لماذا؟ لأنه فيه كل المقدمة تاع الدرس اللي نعتمدوا عليها في الأسئلة النظرية إلى غير ذلك. حنا نلاحظوا بلي في العلاقات اللي عطيتكم ما كان حتى علاقة بها مشتقة URT، لا توجد علاقة بها مشتقة URT، ومادام نبحثوا على معادلة تفاضلية لـ URT معناها لازمني مشتقة، فما هو الحل؟ الحل هو أننا نروح نشتق العبارة هذه، دونك الحل هو نشتق لعدم وجود مشتقة URT. كي نشتقو هنا السي هو معامل، إذا نكتب واحد على السي هكذا، ونروحو نشتقو الكوتي، إذا دي كوتي على دي تي زائد نشتقو هذه دي يو ار تي على دي تي، مشتقة الأو تعطينا الصفر. لماذا مشتقة الأو تعطينا الصفر؟ لأن الأو ثابت ومشتق الثابت معدوم، هذه قاعدة، تكون عندي ربعة مشتقة ربعة شحال؟ زيرو، دونك ما عنديوش راح نرد، مشتقة الأو ثابت، فهي مقدار ثابت، إذا يعطينا صفر، فخرجنا المشتقة، قاتلنا الدالة، منين نجيبو الدالة؟ حنا نعرفو في الدرس بلي الإي تي هي دي كيو تي. إذا الإي تي هذا نعوض هنا، واش رايحين نلقاو؟
واحد على سي اي تي زائد دي يو ار تي على دي تي تساوي صفر. اذا قاتلنا خطوه الاي تي هذا دوما به معوضو. حنا نعرفوا باللي يو ار تي هي ار اي تي، معناها الاي تي هي يو ار تي على ار. هذه اخر خطوه نجيب الاي تي نعوضو هنايا. دونك واحد على سي نعوضو الاي ار تي، دونك نحط الار زائد دي يو ار تي على دي تي تساوي الصفر. وهذه هي المعادلة التفاضلية ليو ار تي. وتلاحظوا بلي خرجت لنا صفرية، معناها الحل تاعها ما فيهش ب، فنقول حلها من الشكل يو ار تي تساوي ا قوسيت الفا تي، والمطلوب ايجاد ا والفا. وكرر دوما الحلول اللي فيها الحروف، راكم ماكمش مطالبين بالحفظ تاعها، وانما هو اللي يعطيها لك في التمرين ومباشره مع يمدها لك يطلب منك ايجاد المعنى تاع الحروف اللي عطاك. اذا هذه المعادله التفاضليه ليو ار تي في حاله شحن. نعاودوا نفس المعادله التفاضليه لكن في حاله التفريغ. اذا نجيو الجهه هذه يو سي تي زائد يو ار تي تساوي الصفر، نفس الشيء. وقبيل واش قلنا؟ قلنا الاو سي تي يتعوض والاو ار تي ما يتعوضش. الاو سي تي نعوضو كيما هي، هاهي عندنا كيو تي هي سي او سي، اذا الاو سي هو كيو تي على سي، العلاقات الخمسة هكذا. دونك كيو تي على سي زائد يو ار تي تساوي الصفر. بنفس الفكرة لما درنا الحصة اللي فات الدرس الأول عطيتكم العلاقات الخمسة، العلاقات الخمسة ما فيهمش مشتقة يو ار تي، دونك باه نلقاو حنا المشتقة لازمنا نشتق. فلما نشتق نلقاو واحد على سي لأنه ثابت، دي كيو تي على دي تي مشتقة يو ار تي، دي يو ار تي على دي تي تساوي الصفر. إذا بنفس الفكرة السابقة عندنا إي تي هي دي كيو تي على دي تي، إذا نجيب نعوض هنا تخرج لي واحد على سي إي تي زائد دي يو ار تي على دي تي تساوي الصفر هكذا. دونك نفس الفكرة يو ار تي، ثم هادو لي من هنا الولاد راهم ليكم في الباك، رانا ما نحاسبوش عليهم، راهم ليكم فقط، ما تعرفوا كيف قاعدين نخدموا بالعلاقات اللي عطيتكم، هادو رانا ما نحاسبوش عليهم في الباك، يهمنا الخطوات هذه وليست هذه. دونك نجيب الاي تي نحطو هنا تولي لي واحد على ار سي يو ار تي زائد دي يو ار تي على دي تي تساوي صفر هكذا. هذه هي المعادله التفاضليه، وشوفوا بلي المعادله التفاضليه تاع الشحن والتفريغ راهم في نفس الاتجاه، لاحظوا بنفس العباره راح يكون اذا عندنا نفس الحل، لكن كي نكملوا الحلول راح تلاحظوا من وجه الاختلاف. فحلها من الشكل يو ار تي هو ا قوسيت الفا تي، والمطلوب ايجاد ا والفا هكذا. اذا كملنا مع المعادله التفاضليه، نروح الان مع الحل تاع المعادله التفاضليه، ثم بعد ما نكمل الحل تاع المعادله التفاضليه ونخلص نروح للبيانات. اذا ما هي فكره حل المعادله التفاضليه؟ ما هي الفكره تاعها؟ كما درناها في السابق هي طريقه واحد اثنين ثلاثه، الحل والمشتق والمعادله التفاضليه. دونك
فراح نديروا الحلة تاعها بالشكل هذا. هنا عندنا يو ار تي هو ا كرشيه الفا تي رقمها بواحد، نشتقوها دي يو ار تي على دي تي، الفا نهبطوها نرقمها باثنين. المعادله التفاضليه اللي لقينا، عفوا نرقموها بثلاثة هكذا، نعوض واحد واثنين في ثلاثة، فلما نعوض في بلاصة الدالة نجيب هذه، وفي بلاصة المشتقة نجيب هذه هكذا. فلما نعوض واش راح نلقاو؟ حين نلقاو واحد على ار سي في بلاصة او ار تي ا كوسيس الفا تي، زائد في بلاصة هذه الفا ا كوسيس الفا تي هكذا. دونك ا كوسيس الفا تي ا كوسيس الفا تي عامل مشترك. نفتحوا القوس، يبقى لي لهنا واحد على ار سي، ويبقى لي هنايا الفا، هذا معدوم، معناها مباشرة واحد على ار سي زائد الفا تساوي صفر، الفا تساوي ناقص واحد على ار سي ناقص واحد على طو. هاي العبارة تاعنا وصلت. لاحظوا نفس الخطوات كما المعادلات التفاضلية السابقة، خاصة لشاهد الفيديوهات السابقة. الآن من الشرط الابتدائي كيف ندير الشرط الابتدائي؟ قلنا شروط ابتدائية هي اللي عندها علاقة بالتجربة، اي دي زيرو تساوي اي، هذا قهونا الأمبرماتر. دونك اي دي زيرو تساوي اي، وحنا على بالنا بلي او ار لي زيرو تساوي ار اي لي زيرو، دونك تساوي ار اي، والار اي هو الاو، دونك هذا هو الشرط الابتدائي تاعنا. انا برهنته لكم، ها نعوض في واحد، نعوض في واحد. كي نعوضو في واحد، ها واحد، ها هو واحد، دونك او ار لي زيرو تساوي ا اوسيت زيرو، او ار لي زيرو هو او هي ا، لان اوسيت زيرو واحد، دونك واش يخرج لنا؟ ا يساوي او، ومنه الحل النهائي او ار تي هو او اوسيت ناقص واحد على طو تي. إذا ما تنساوش، أكرر دوما، ذكر إن الذكرى تنفع المؤمن، لابد من إعادة كل هذا مرتين، مرة تبع فقط واش نخدم، ومرة أخرى كتابة. بالشكل هذا راح تكون هضمت كل شيء. يا بني خذ راينا، تبع راي الأساتذة تاعك، لانه هذا واش راح يفيدك. نروحوا لجهه التفريغ، جهه التفريغ كيف كيف راح نلقاو او ار تي ا قصيت الفا تي رقموها بواحد، دي او ار تي نشتقو تساوي الفا ا قصيت الفا تي رقم اثنين. كل من يريد مشاهدة بقية الفيديوهات به يعرف الدقة اللي خدمنا بها، لأنه عندنا درنا قبل هذه يو ار تي درنا زوج،
درنا الاو سي تي والكيو تي كنشتقوا مشتقة الأسية هو الأس هذا نهبطوه فقط. ثم المعادلة التفاضلية يو ار تي زائد دي يو ار تي على دي تي تساوي صفر، نرقمها بثلاثة. ثم نقول نعوض واحد واثنين في ثلاثة. كي نعوضوا واحد واثنين في ثلاثة كي العادة التعويض هكذا، هذه نجيبها هنا وهذه نجيبها هنا كي العادة، راح نلقاو واحد على إر سي في بلاصة يو إر تي أسيس ألفا تي زائد ألفا أ أسيس ألفا تي تساوي صفر. تلاحظوا قاعدة نكرر فوتوكوبي نفس الفكرة في الشحن وفي التفريغ، نهزو هادي ونهزو هادي نخرجوهم عامل مشترك أ أسيس ألفا تي عامل مشترك تعطيني واحد على إر سي زائد ألفا تساوي صفر، هذا معدوم. معناها لاحظوا راهي فوتوكوبي، إذا حاول ديرها مرة زوج تهضمها كاملة، ناقص واحد على طو هكذا. واش بقالنا؟ بقالنا الأ، الأ مضروب في ليكسبو إذا من الشرط الإبتدائي، فنقول من الشرط الإبتدائي هنايا الشرط الإبتدائي كان تاع الشحن، وهنايا الشرط الإبتدائي تاع التفريغ، إذا إي لي زيرو هي ناقص إي. وكرر الشرط الإبتدائي من جبناه؟ جبناه من الدرس الأول من الدراسة التجريبية. في الدراسة التجريبية حطينا الفولت متر والأمبير متر علاه باه نعرفوا ما هو سلوك المكثفة، ما هو سلوك المكثفة، وبالتالي نعرفوا الشروط الابتدائية تاعها في اللحظة صفر وشو هو تأثيرها خلال عملية شحن وخلال عملية التفريغ. وبالتالي مادام حنا تجريبيا لقينا بلي اي لي زيرو هو ناقص اي، دونك يو ار لي زيرو هو ار اي لي زيرو، اذا هي ار في ناقص اي، دونك هو ناقص ار اي واللي هي ناقص او. وهذا هو الاختلاف الوحيد بين الشحن والتفريغ، هاو التفريغ ناقص او والشحن او. ثم نقول نعوض في واحد، كي نعوضو في واحد واش راح نلقاو؟ يو ار لي زيرو تساوي ا اسيت صفر، اذا اسيت صفر واحد هذا ناقص او يساوي ا، إذا أ هو ناقص أو. إذا فالأو إر تي بين الشحن والتفريغ هناك تغيير في الإتجاه فقط، هاي نفس العبارة لكن بإشارة سلبة. فالأو إر تي بين الشحن والتفريغ هناك عكس للإشارة فقط، في الشحن نلقاو العبارة موجبة وفي التفريغ نلقاو العبارة سلبة. نروح نرسم المنحنى البياني، إذن المنحنى البياني عندنا URT E exponentielle ناقص واحد على طول T UR لي زيرو UR لي ما لا نهاية E أسيت صفر E أسيت ناقص ما لا نهاية أسيت صفر واحد يبقى لنا E أسيت ناقص ما لا نهاية صفر يبقى لنا صفر.
فالمنحنى البياني تانا تي يو ار تي راح يجينا هكذا، وهو يشبه منحنى الاو سي في التفريغ. ار اي 037 او من الجاتو. ماذا يمثل طو؟ يمثل فاصلة نقطة تقاطع المماس. إذا بالشكل هذا لاحظوا باللي الاو ار في الشحن هو الاو سي في التفريغ هكذا. الآن نروحوا لجهة التفريغ نرسموا المنحنى البياني. إذا لاحظوا معايا او اكسبونونسيال نعوضوا بالزيرو هنا وسيت صفر واحد يبقى لنا الاو، وبالما لا نهاية بالناقص وسيت ناقص ما لا نهاية صفر، صفر في او يعطينا صفر، إذا المنحنى متناقص هكذا سي بون. نروحوا للثاني او ار تي ناقص او وسيت ناقص واحد على كوتي كيف كيف او ار لي زيرو او ار لي ما لا نهاية هنا مادام الناقص إذا ناقص او وهنا الصفر. إذا المنحنى كيف راح يجينا؟ راح يجينا هكذا في التفريغ جهة الشحن وجهة عفوا دوما أقع في نفس الخطأ ننسى علاه لأن المقدار سالب يبدأ من ناقص او وهو ناقص ار اي دونك ناقص صفر 37 او جهة سالبة وهذا المماس هكذا هكذا. إذا لاحظوا جيدا باللي الـ UR في حالة التفريغ راهي سالبة، فالـ UR بين الشحن والتفريغ المطلوب هو عكس الإشارة فقط، التناظر بالنسبة لمحور الفواصل. واضح. وهكذا انتهينا من المعادلة التفاضلية رقم 3، وسنقوم بالمعادلة التفاضلية الأخيرة واللي هي رقم 4. قبل ما انطلق في الأخرى أطلب منكم كل من لم يشارك في الفيديو أو في القناة بالضغط على زر سابوني حتى يستفيد ويصله كل جديد هكذا بالشكل هذا نكون قد انتهينا من المعادلة التفاضلية ليو ار تي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نكمل مع آخر معادلة تفاضلية وهي المعادلة التفاضلية لشدة التيار اي تي بالشكل هذا. اللي ما شافش الفيديوهات السابقة اللي هي المعادلة التفاضلية للاو سي للكيو وللاو ار وكذلك للدرس الأول فالطاقة عليه بمشاهدة كل الفيديوهات وحتى يلم بكل الدرس. فالمعادلة التفاضلية للاي تي تزيدو نديروها في الشحن ونديروها في التفريغ وكذلك مع المنحنيات البيانية راح تكون عندنا كالعادة ننطلقو بقانون جمع التوترات او ار تي زائد او سي تي تساوي او. وتلاحظوا المعادلة اللي نبحثو عليها هي تاع الاي، هنا عندي او ار وهنا عندي او سي دونك كلاهما يتعوض. عندي او ار تي هي ار اي تي اذا ننحي الاو ار تي ونحط الار اي تي، بينما او سي تي هي كيو تي على سي نحي كذلك الاو سي تي ونحط كيو تي على سي رايحة تولي لي ار اي تي زائد في بلاصة او سي كيو تي على سي تساوي او. ف
في الحالة هذه لو نرجع للدرس الأول، العلاقات الأولى اللي وديتها لكم خمس علاقات، ما كان حتى علاقة فيها مشتقة الإيتي. مادام ما كانش علاقة فيها مشتقة الإيتي إذا نضطر إلى الاشتقاق، فنقول نشتق العبارة هذه، نشتق إيه مشتقة إيتي دي إيتي على ديتي. إحنا قلنا المشتقة هي إضافة دي لديتي، معناها تغير التيار بتغير الزمن، زائد نشتقوا هذه وحدة لا شيء مشتقة كوتي هي دي كوتي على ديتي، علما أن مشتقة الأو صفر. لماذا مشتقة الأو صفر؟ لأني كما قلت المرة اللي فاتت، لأن الأو ثابت ومشتقة ثابت مرغوب. الآن إحنا نعرفوا باللي الإي تي هي دي كوتي على ديتي، إذا نزيد نجيب الإي تي نعوضو هنا، واش تولي لي؟ تولي لي إر دي إي تي على دي تي زايد واحد على سي في إي تي تساوي صفر. نضربو في واحد على إر، إذا كي نضرب في واحد على إر واش تولي لي؟ تولي لي دي إي تي على دي تي زايد واحد على إر سي إي تي تساوي صفر. هذه المعادلة التفاضلية لإيتي، ونقول حلها من الشكل إيتي هو أ أسية ألفا تي، والمطلوب إيجاد أ وألفا. إذا أنا قاعدة نعطيكم في الحلول اللي بالحروف، لانه عموما هذو هما اللي يطيحوا في الباك. في حاله ما يطيح لك حل ماهوش بالحروف هكا، تبقى تخدم بنفس الطريقه تا واحد زوج ثلاثه، لكن فقط مش راح تلقى مجاهيل، وانما راح تقول له العباره محققه. نروح ندور معادله تفاضليه تاع الايتي في التفريغ. كي العاده راح تلاحظوا بلي حتخرج لي فوتوكوبي او ار تي زائد او سي تي تساوي صفر. لماذا صفر؟ لاننا في التفريغ نفس التغييرات، U R T هو R I T، دونك نعوضو هذه، و U C T هي Q T على C، U R T و U C T. ثم العبارة تاعنا نشتقها لأنو ما عنديش مشتقة، راح نلقاو R D I T على D T زايد واحد على C دي كيو تي على دي تي تساوي صفر. واخر خطوه او بالاخير اي تي هي دي كيو تي على دي تي، دونك ار دي اي تي على دي تي زائد واحد على سي اي تي تساوي صفر. نضربو في واحد على ار تخرج لنا دي اي تي زائد واحد على ار سي اي تي يساوي صفر. هاي المعادلة التفاضلية تاعنا هكذا، ونقول حلها من الشكل اي تي ا أسيت الفا تي، والمطلوب ايجاد ا والفا. اذا تلاحظوا باللي الاو ار والاي المعادلات التفاضلية تاعهم في حالة الشحن والتفريغ يخرجوا لنا كيف كيف، لكن في حالة الحلول ما يخرجوش كيف كيف لسبب بسيط جدا، هو الاختلاف في الشرط الابتدائي، وراح يخرجوا متعاكسين فقط. إذا واضحين المعادلات التفاضلية، لاحظوا معايا الطريقة اللي خدمنا بها، انطلقنا بقانون جمع التوترات، ثم مادام المعادلة تاع الإي تي اضطرينا نعوضوا الإو آر والإو سي، هاو إو آر وهاو إو سي. عوض او ار عوض او سي، ثم لاحظنا بلي نحتاجو المشتقة تاع الاي تي، اذا راح نشتقينا حنا كي نشتقو ثابت نكتبوه، والمتغير نزيدو له دي و دي تي لانها مشتقة بالنسبة للزمن. فهنا عندي الار هو الثابت، وهنا عندي واحدة لا سي هو الثابت، في مشتقة اي في مشتقة او، مشتقة او هو الصفر. لماذا؟ لانه مقدار ثابت. تلاحظوا هنا عندي المشتقة تاع الإي، بينما هنا عندي الكو،
اذا عندي علاقه فرا واش تقول لي اي تي هي دي كيو تي على دي تي. ها اذا ار في هذه وعوضنا دي كيو تي على دي تي بالاي تي. ثم المشتقه مضروبه في ار نضربوا في وحده على ار باه نحيو المشتقه تولي لي هنا دي تي على دي تي. هنا يولي عندي ار شي وهنا عندي اي تي. وحل المعادله التفاضليه مادام راهي شطريه معناها ما فيهاش زائد ب فحلها هو من الشكل ا اسيد الفا بي. الان نروحوا نلقاو المجاهيل باه نرسموا البيان. دونك كيما مالفين اي تي ا اسيد الفا تي رقمها بواحد نشتقوها دي اي تي على دي تي الفا ا اسيد الفا تي رقمها باثنين. قلنا المشتقه معناها الالفا هذا فقط نهبطوه. ثم المعادله التفاضليه دي اي تي على دي تي زائد واحد على ار سي اي تي تساوي صفر نرقموها بثلاثه. ثم لاحظوا باللي بنفس الخطوات اللي درتهم المرات السابقه نعوض واحد واثنين في ثلاثة هكذا بالتعويض حين نلقاو هذه نعوضوها هنا وهذه نعوضوها هنا رايحين نوجدو ألفا أ أسيس ألفا تي زائد واحد على إر سي أ أسيس ألفا تي تساوي صفر. نخرجو ألفا أ عفوا أ أسيس ألفا تي عامل مشترك يبقى لي منا ألفا ويبقى لي منا زائد واحد على إر سي. إذا هذا ينعدم ألفا زائد واحد على إر سي تساوي صفر. دونك ألفا ناقص واحد على إر سي ناقص واحد على تو. قلنا الأ مضروب في الإكسبو دونك شرط إبتدائي. من الشرط الإبتدائي في الشحن من الشرط الإبتدائي للشحن عندنا إي لي زيرو هو إي اللي نلقاوه من الشرط التجريبي. نعوض في واحد هاي عبارة واحد دونك إي لي زيرو تساوي أ أسيد زيرو. إي لي زيرو هو إي أسيد زيرو هي الواحد إذا يبقى لنا أ. إذا أ يساوي إي ومنه الحل الأخير إي تي هي إي أسيد ناقص واحد على طو تي بلا ما نساو بلي الإي هو أو على إر. وبالتالي هذا الحل تاع المعادلة إذن كملنا إي تساوي أ إي دي تي هي إي إكسبونونسيال ناقص واحد على طو تي عندي إي هو أو على إر. تلاحظوا معايا بلي نفس الطريقة المعتمدة في كل المعادلات التفاضلية لإيجاد الحل. وهذه بعد رايحين نعاودوها هنا رايحة تكون مكررة إذا بنفس الطريقة إي لي تي تساوي أ أسيد ألفا تي رقمها بواحد نشتقو دي إي تي على دي تي تساوي ألفا أ أسيد ألفا تي رقمها باثنين. المعادلة التفاضلية دي إي تي على دي تي زائد واحد على إر سي إي تي تساوي صفر رقمها ثلاثة. إذا تلاحظوا باللي نفس الخطوات
والمشتقة دوما هي بنفس الطريقة، بحيث فقط ما علي فعله هو أني الأصلية تاعنا نشتقو هنا ونضرب في الدالة كاملة، ها الألفا هذا ها هو ونضرب في الدالة كاملة، الألفا فقط هو اللي نهبطو هكذا، هكذا كي نشتقو. من بعد واش نديرو؟ نعوض واحد واثنين في ثلاثة، كي نعوضو كيما نعت لكم من قبل، هذه نجيبها هنا وهذه نجيبها هنا، ها كل وحده نجيبها لمكانها، واللي عندي الفا ا اصيل الفا تي زائد وحده لا ار سي موجود من السابق، نعوضو الاي تي ا اصيل الفا تي هكذا، نخرجوا ا سي الفا تي عامل المشترك، ا سي الفا تي تبقى لي منا الفا وتبقى لي منا واحدة على ار سي، دونك هذا يساوي الصفر، فنقول الفا زائد واحدة على ار سي تساوي الصفر، اذا الفا ناقص واحدة على ار سي ناقص واحدة على تو، يبقى لنا واحد من الشرط الابتدائي، من الشرط الابتدائي للتفريغ كالعادة الشروط تاعنا من نجيبوها، نجيبوها من الدراسة التجريبية، الشروط تاعنا نجيبوها من الدراسة التجريبية. حنا كي درنا عملية غلق فتح عملية التفريغ وحطينا أمبير متر وحطينا فولت متر، لاحظنا باللي التيار في اللحظة صفر خلال التفريغ ينحرف المؤشر في الجهة المعاكسة، إذا إي لصفر ناقص إي، نعوض في واحد، كي نعوضو في واحد إي لصفر هو أ أصيل صفر، إذا ناقص إي تساوي أ لأن أصيل صفر واحد، معناها الأ هو ناقص إي، وبالتالي إي لي تي ناقص إي أصيل ناقص واحد على طو تي، دونك هذه هي الحلول تاعنا. لاحظوا بلي الفرق بين الحل هذا والحل هذا هو الشرط، الشرط التفريغ وشرط الشحن بهذا الشكل، معادلات التفاضلية تاعنا. قالت لي حاجة أخيرة وهي رسم المنحنى البياني تاع التيار، إذا المنحنى البياني للتيار عندنا إي في تي هي إي أصيل ناقص واحد على طو تي، نديرو إي لي صفر وإي لما لا نهاية، إي لي صفر يعطينا إي أصيل صفر إذا إي، وهذه يعطينا إي أصيل ناقص ما لا نهاية يعطينا صفر، على أساس هذا واحد وهذا صفر، إذا المنحنى تاعنا متناقص، إي لي تي جينا هكذا، وهذه هي القيمة إي، وعندي هذه 0.37 إي تعطينا طو، إي لي طو هو 0.37 إي، وعندي الخمسة طو نظام دائم ونظام انتقالي إلى غير ذلك، دونك نزيدو الجهة هذه الجهة هذه إي لي تي هي ناقص إي أصيل ناقص واحد على طو تي، دونك إي لي زيرو ناقص إي وإي لي ما لا نهاية زيرو كيما هي، لكن البيان سالب هكذا ناقص إي،
ناقص 0.37 اي لتر هكذا. وعندنا المماس يقطعنا مع الخط المقارب الأفقي. وهكذا نكون قد انتهينا من كل المعادلات التفاضلية التي تخص هذا الدرس. أطلب منكم إعادة مشاهدة الفيديوهات وإعادة المعادلات التفاضلية في كراس حتى تتشجل بالذاكرة. وفي انتظار الدرس المقبل أطلب منكم لكل من يشارك في القناة بالضغط على الشرطة ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائه تلاميذ البكالوريا حتى تكون الفائدة وحتى ينجح الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي انتظار ذلك نكون